زرعت أنا موسم من بعد الحصاد زرعتنا السمسم من بداية شهر 6 إلى شهر 9 الحالي. أما كانت منسوبة المياه ضعيفة والأسمدة قليلة وارتفاع سعر السقاية إلى 10,000 الدانة. سقايته كانت ضعيفة لمدة يعني المي قليل أربع. وزرعت السمسم السنة ما غطت على التكاليف الإنتاج من سبب قلة المياه وضعف الأرض وقلة الأسمدة ارتفاع السقاية. الماضية كانت أحسن لأنه كل شيء متوفر وكان الوضع أحسن. البذرة السمسم ضعيفة وما رجعت التكاليف الحطية. عالم أعطتها للغنيم هداد وما استفادوا منها أي شيء. هذا السمسم نشلعه، وبعد ما نشلعه نشدد جرز ونجيب سيارات أكثر نحمله وناخذه على البيت نحطه فوق الأسطوح لمن ما يبس ونطبه. بعد ما نطبه الحطب ينفع، والسمسم نصفيه نذريه ونصفيه ننظفه نستخدمه للبسكويت للكليتشة للزعتر محمرة للخبز. ياخذون السمسم ويبيعونه مشان الزيت، واحنا والله نسدد يعني اللي عنده زود يسدد التكاليف. نفلح السمسم بعد موسم الشتوي مشان الريحة القاع، لأن دورة حياته قليلة ومشان القاع تريح للموسم الجاي. شلون حصلنا على الموسم؟ أول شيء حرسنا القاع وطشيناها حب، بعدين سقيناها يمكن ثلاث ميات يا حسب الجو يا أربع ميات. نستفاد منه في الحطب والبذورات نزلنا في المحلات، فايدة الزيت والعجين مثل الخبز مثل جذان كثير محلي ودعمه قليل، يعني كفايته كثيرة بس من قلة الدعم انه يعني نزلوا بالمحلات. نواجه صعوبة انه يعني احيانا يكون الجو حار ويجون يسقون او شيء، يعني صعب تشليعه ويشدده ويرتحميله، يعني شغله حيل كثير يتطب ويرتغرب.